قررت لجنة التسعير تلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير بشكل ربعي سنوي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع من يوليو إلى سبتمبر المقبل. وقررت اللجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إلى 8 جنيهات للتر البنزين 80 و 9 جنيهات و 25 قرش للتر البنزين 92 و10 جنيهات و75 قرش للتر البنزين 95. كما قررت اللجنة تعديل سعر لتر السولار والكيروسين ليصبح 7 جنيهات و25 قرش، وتثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، فضلا عن تعديل سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات بواقع 400 جنيه لكل طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه.